وقت غروب الشمس واقف عالبحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ يا أخي أحمد أنيس قرقناوي، زوجتك وانكحتك مخطوبتك المصونة الأنسة حياتي بنت حاجي صالح أريسما التي وكلني أبوها في المهر نسخة من القرآن والمبلغ قدره 125 باتا وخاتما من الألماس. قبلت النكاح لنفسي بذلك. عشقك ده